مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، لسه معاكم من خلال الاهلي الليله. وفي هذا الحوار بنلتقي مع واحد من نجوم الكره المصريه سابقا، واحد من نجوم النادي الاهلي سابقا، ولكن حقق النجاح الاكبر والمحطه الرئيسيه في حياته الكرويه رغم الفتره اللي قضاها في النادي الاهلي من عام 73 حتى عام 80، ولكن حقق نجاح غير مسبوق في تجربته كواحد من افضل الهدافين في الدوري المصري وفي الكره او في تاريخ الكره المصريه مع النادي المصري البورسعيدي، وكانت له تجربه غير مسبوقه، وكان ايضا من نجوم الشباك في مجال كره القدم بشكل عام. كنا بننتظر مباريات الاهلي والمصري ونشوف هذه النديه والمنافسه اللي موجوده، وكانوا بيقولوا دايما ان كل نادي من الانديه المصريه كان فيها نجم واثنين وثلاثه. كنا بنستمتع بكره القدم وانديه القمه لما بتواجه اي نادي من الانديه الجماهيريه من خارج القاهره او انديه المحافظات والاقاليم المختلفه، وكان منها هذا النجم بالتاكيد كواحد من افضل العناصر في النادي المصري البورسعيدي. معانا ومع حضراتكم النهارده في الاهلي الليله الكابتن جمال جوده نجم الكره المصريه السابق. مساء الخير يا كابتن جمال واهلا بيك، سعداء بوجودك معانا النهارده. الله يخليك، انا اسعد. كابتن جمال، تجربتك لو فاكر الفتره، ايه الحاجات اللي دايما ما بتنساهاش عن الفتره اللي قضيتها كلاعب كره في النادي الاهلي؟ هو في حاجتين ما بقدرش انساهم. كان في تقريبا في موسم 77 وكنا بنلعب النادي المحله على نهائي بطوله الدوري، والزمالك كان بيلعب مع الاسماعيلي في الاسماعيليه، وكان المفروض عشان النادي الاهلي ياخد البطوله نكسب 4 والزمالك يتعادل او يكسب 1، لكن للاسف الاهلي في الحاله دي يكسب فرق اهداف بالظبط كده، فالزمالك كسب 2-0 الاسماعيليه، وكان صعب جدا ان هو اساسا كان يكسب الاسماعيليه هناك. الاسماعيلي على ملعبه. يعني فكان صعب جدا، فده كان موقف صعب جدا، وانا حتى يمكن من اكتر حاجه كنت بستغرب لها ان انا احرزت هدف في المباراه دي، كان ممكن يبقى الهدف الخامس واتلغى. فتخيل ان الهدف ده لو كان اتحسب ويمكن اللي حضر المباراه، لكن كان شوطه من اكتر من 30 يارده وفي العارضه ودخلت وكده، والحكم ما حسبهاش. مش عارف ليه لغايه دلوقتي. فده يعني كان او قال ايه ساعتها ما حسبهاش ليه وقت ما قال في اوف سايد؟ يعني انا عارف انا ما يعني طبعا كنت لسه ناشئ، فما اعترضتش او ما اتكلمتش بقى ولا كده يعني. لكن اكيد كابتن صفوت والكابتن مصطفى عبده كانوا موجودين في الملعب واكيد سالوا المجموعه الاكبر في الفريق بالظبط. فده اول موقف ما عمري ما انساه يعني، لان بعدها على طول بدانا نلعب مباريات الكاس، وبدات العب اساسي فيها لغايه ما لعبنا مباراه نهائيه ضد الزمالك واللي كسبنا فيها 4-2، ودي كانت البطوله الوحيده اللي خدتها في حياتي سواء مع النادي الاهلي او مع النادي المصري. مع النادي المصري البطوله الوحيده اللي حققتها. والهدف اللي اتلغى ده كان هيبقى هدف تاريخي في مشوارك كلاعب، لانه هدف بالزبط. البطوله بالظبط، هدف اللي بيرجع البطوله. عمل لي صدى اكتر عند الناس ان انا يعني ده جمال جوده لو هدفه كان جه كان مش عارف كان عملت شو كويس يعني. طيب كابتن جمال، لما رحت المصري وتألقت مع نادي المصري، كان في حالة في الدوري الممتاز في المصري، المنصورة، المقاولين، الإسماعيلي، كان كل فرقة فيها على الأقل 2 أو 3 لاعبين من العيار التقيل اللي هم على مستوى لعيبة الأهلي والزمالك دايما في الوقت ده، أو قريبين جدا من المجموعة الأفضل في مصر. هل الحال اتغير؟ لأن الناس بتقول مباريات الفرق أندية القمة في مصر مع الفرق التانية بقتش ممتعة، ما بقاش في كم المواهب اللي هو فيه 2 أو 3 كي بلايرز في كل فريق، ده ما بقاش موجود. أنا خلينا متفقين مع بعض إن المواهب قلت. قلت كتير عن زمان. كتير يعني انا يمكن كان في لقاء مع محطه برضه فضائيه وكده، ايه السبب يعني؟ انا يمكن ركزت اكتر ان احنا كنا بنلعب كره شراب. يعني عارف الكره الشراب اللي في الشارع، وكان الشارع طبعا تلعب فيه كان اللعيب حريف اصلا وبقى لعيب في نادي بعد كده احترف الكوره، لكن هو في الاساس موهوب. بس بقى برضه الكوره الشراب بتدي مهاره غير عاديه حقيقي يعني حتى لو انت قعدت تمارس فيها فتره طويله مثلا 2 3 شهور هتلاقي نفسك مستواك بيعدي. بتفرق في كنترول اللعيب على الكوره كتير. بتفرق جدا، بتفرق جدا طبعا. بس هي طبعا الموهبه هي الاساس، والمواهب قلت. ليه قلت كمان؟ لان انت عندك في قطاع الناشئين في كل الانديه اول ما بيجي الناشئ بيبص على جسمه. يعني بصرف النظر بقى ده موهوب او مش موهوب، اول حاجه يبص البنيان الايه الجسماني بتاعه. بيبص تكوينه رياضي ولا لا، دي اهم حاجه. هل ده قوي؟ فبيبصوا على الناحيه الجسمانيه اكتر. زمان طبعا. وفي الحقيقه في اختبارات انديه كتير بتسمع ان لاعب زعل جدا انه مشي وهو موهوب جدا بس جسمه قليل مقارنه بزملائه في نفس بالظبط. لكن انا اقصد كمان ايه، انت
الفكره دي غلط. يعني فكره ان انت تاخد لعيب جسمه كويس ماشي اوكي، بس في موهبه، لو الموهبه دي زي ما بتتفق كده جسمها فيه، انا اقدر اكونه، اقدر اديله فيتامينات، اقدر اكله كويس، يمكن في البيت عنده مثلا ما بيتغذاش صح او بياكل حاجه معينه. ميسي مع فارق بقى التشبيه انه طبعا المهاره او موهبه ميسي ما بتتكررش كتير في العالم، لكن كان الاقل جسما وطولا ووزنا زملائه في المدرسه وفي الملعب وهو صغير، وقالوا له انت بالشكل ده نموك مش هيخليك تكمل كرياضي او كلاعب كره ولازم تعتزل. وتعهدوا بعلاجه، نادي برشلونه عمل له مراحل علاج طويله جدا، تبنوا الموهبه دي ومر بمراحل علاج معقده جدا عشان يوصل ويكمل. يعني ده اللي انا بقوله وباكد عليه، يعني انا لازم تدي. وبعدين برضو انا جيت حضرت في اكتر من مره بعض الاختبارات اللي موجوده في بعض الانديه بدون ذكر اسمائها، يعني بيدي الولد مفيش خمس دقايق، ممكن الولد وهو رايح لسه صغير هايب شويه لسه هايب، ما قدرش يقدم بابا مش معاه او مامته عامله له مش عارف، انت كل فالجملتين دول مش كفايه عشان تقيمه. يعني بالظبط كده، الخمس دقايق دي لا، انت اديله مره واثنين وثلاثه. انا لما حصل الاختبار ليا في النادي الاهلي قعدت حوالي يمكن 10 ايام كل يوم في نص ساعه، كابتن مصطفى حسين الله يرحمه كان هو اللي مسؤول عننا، فكان بيعيد اختباراتنا يوميا كل يوم يديني حوالي نص ساعه، وبعدين تقسيمه والتسديد على المرمى، وبعدين مهارات سواء كنترول بالكوره سواء على الصدر كده يعني، فكان بيديني الفرصه ان انا اطلع كل اللي موجود عندي. فممكن هو بيعمل تقرير عني في الحاله دي ان انا كويس في نقطه معينه، لما اروح التدريب يبلغ المدرب بتاعي ان لازم في نقطه ضعف عنده نقويها له، النقطه المميز فيها يبقى كذا، النقطه المميز فيها دي بتديني المركز اللي انا العب فيه. مفهوم. يعني لو مدرب واعي وفاهم صح ان انا مثلا في نقطه التسديد على المرمى يبقى انا ممكن العب في خط النص مميز فيها التسديد على المرمى، مهاره اللاعب وامكانياته وتميزه هي هو اللي هيحدد مركزه. بالظبط كده، ان الولد بيبقى رايح عايز يلعب كوره مش عارف هو بيلعب ايه، وبعدين ممكن كله يقول لك انا عايز العب مهاجم، يعني الناشئ اول ما يقول لي انا هلعب مهاجم هي دي الشهره والنجوميه والاهداف وشايف مش عارف كده ميسي. فانت تتمنى العوده شويه في اختبارات الناشئين واكتشاف المواهب لفكره التقييم ياخد وقته شويه. بالظبط، واقدر اميز اللاعب الموهوب من اللاعب بس القوي. ما بصش للجسم، الجسم ضروري، بس انا اقدر في السن ده اقدر ابني جسم اللاعب كويس، تدريبات وتغذيه كويسه. بالظبط كده. طيب خلينا ننتقل لو الوقت اتسع هنرجع نتكلم عن ده وعن تجربتك الجميله مع النادي المصري والفتره المميزه اللي قضيتها مع النادي الاهلي يا كابتن جمال، لكن خلينا نتكلم عن الدوري، عن بطوله افريقيا. خلينا نتكلم الاول عن بطوله الدوري. بطوله الدوري صعبه جدا هذا الموسم. معانا على الهاتف معانا دكتور تقرير. طيب خلينا بعد السؤال ده هننتقل لمشاهده التقرير ونشوف نجوم الفريق والغيابات. في ظل حاله الغيابات الكبيره المؤثره على فريق النادي الاهلي، حجم النجوم اللي غابوا واللي رجعوا في الفتره دي بيتم تجهيزهم والتعاقدات الجديده وفارق النقاط لصالح الزمالك المتصدر، شايف ازاي النهارده فرص النادي الاهلي؟ لان النادي بيركز على مسابقه الدوري رغم فارق النقاط، وبيقول اننا كلنا على يقين اننا متمسكين بالمنافسه لاخر مباراه وان عندنا القدره على الفوز بالدوري هذا الموسم ان شاء الله. شايف الدوري ازاي؟ اولا زي ما حضرتك قلت الدوري صعب قوي، صعب جدا يعني، في كم مباريات من جميع البطولات والفرق بينها حوالي 3 ايام، بتبقى صعب جدا على اللعيب وصعب على الجهاز الفني ان يقدر يحط البرنامج التدريبي بتاعه. تمام. النادي الاهلي انا بعذره جدا، لان انا لما بيكون في لعيب مميز في الفريق او عمود من اعمده الفريق مصاب بتبقى مشكله. طب عفوا المقاطعة كابتن جمال، لان فعلا انا عندي معلومات ان في بعض الامور في التقرير احنا هنستعين بيها، اللقاء اللي تم او الحوار اللي تم مع طبيب النادي الاهلي هنتكلم عن بعض الامور كمان الخاصه بالغيابات، وهتدي مساحه اكبر اننا نسمع وجهه نظرك بشكل اكثر اتساعا عن مشوار الفريق في الفتره الجايه. خلونا نشوف هذا التقرير واللقاء مع طبيب الفريق الدكتور خالد محمود ونرجع نكمل كلامنا مع الكابتن جمال جود. خلال المباراة، خلال سير أحداث المباراة،
بالتحام. الإصابات الالتحامية الحقيقة إصابات بتختلف جدا عن الإصابات اللي بدون التحام. الوليد لما وقع على أرض الملعب كان في ألم شديد جدا في الركبة، بل فحص المبدئي للركبة، وأنا بقول هنا الفحص المبدئي لأنه عادة المفترض أن اللي بيحصل أن الإنسان بينزل يشخص تشخيص مبدئي، كفايه قوي التشخيص المبدئي عشان يحدد يا ترى اللاعب يكمل ولا يا ترى اللاعب ما يكملش. اللاعب كان عنده الم شديد، ما كانش قادر يكمل، سحبناه فعلا من ارض الملعب. تشخيصنا المبدئي كان عباره عن جزع في الرباط الداخلي للركبه، ودوت الحقيقه تشخيص يعني كافي جدا انه يخرج اللاعب وانه ما يدوسش على رجليه ويدخل تاني جوه الملعب، ناهيك عن ان اللاعب شخصيا ما كانش قادر. الحقيقه اول دايما اهتمام للجهاز الطبي بعديها هو تسكين الم اللاعب وطمأنته. يعني خلينا نفكر في المساله من وجهه دايما نظر اللاعب، انه ده الهدف الاساسي الاول، لانه هو ده الهدف الانساني ان الانسان يقل احساسه بالوجع ويطمن على ان الحمد لله حجم الاصابه مش كبير. بعد كده بنبدا ندي ادويه تقلل احساسه بالوجع شويه، ونبدا نعمل الاجراءات الاسعافيه الاعتياديه. بعد ما الدنيا بتبدأ تهدى، لاعب طبعا أول حاجة بتقلقه يا ترى أخبار الصليبي وأخبار الحاجات، فبنبدأ نعمل الفحوص اللي ممكن عملها بدون إثارة الألم في الركبة، فده فعلا عملناه واطمننا عليه. لكن فضلت الفحوص الخاصة بالغضروف اللي بيبقى فيها نوع من أنواع الالتواءات الخاصة بالركبة بتبقى صعب أدائها، دوت اللي خلانا نحاول نحجز أشعة في الجزائر قبل ما نيجي على طول، علشان رقم واحد طمأنة وليد شخصيا، واثنين وصول للقرار، وثلاثة طمأنة الناس طبعا. عملنا الحمد لله فحوص هناك أكدت أن الرباط الداخلي فعلا مجزوع، والجزع بتاعه جزع من الدرجة الثانية على الأقل، إذا ما كانتش أزيد شوية. لقينا أن في عندنا جزع في الرباط الداخلي للصابونة. الحاجات ديت رغم أن أسماءها كده جامدة وصعبة، لكن إن شاء الله ليها حلول وعلاجات. ولقينا إصابة موجودة في الغضروف الداخلي، لكن الحقيقة ما كانش عليها علامات حادة من وجهة نظري أنا كطبيب، إنما عليهاش علامات حادة، يعني قد تكون قديمة في الركبة قبل ذلك، ودوت يساوي أن أسلوب العلاج ممكن يتغير. الخطة كانت بالنسبة لنا أن احنا هننتظر الرجوع لمصر لمراجعة الأشعات القديمة لنفس الركبة الوليد. إذا لاحظنا أن في تشابه ما بين الاثنين، يبقى معنى كده هنكمل في الأسلوب التحفظي للعلاج. وقد طبعا الإنسان يلجأ لأخذ مشورة أساتذة من أساتذته، لكن إن شاء الله بإذن الله توقعي المبدئي أنها تبقى إن شاء الله علاج تحفظي، وإن المسألة قديمة. أنا بطمن الناس إن شاء الله بإذن الله وليد يرجع بإذن الله قريب. لو خدنا الخط التحفظي من العلاج، أعتقد إن إحنا في ظرف 5 أسابيع بالكتير يبقى وليد إن شاء الله يرجع لفرقته بإذن الله تمام. بالنسبة للمصابين اللي موجودين عندنا، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى، لو يعني إحنا دلوقتي غايبين عن الفرقة بقالنا 6 أيام، وبالرغم من ذلك في دكتور عبد المجيد مكاني بيشرف على الناس اللي موجودين، وفي الكابتن طارق عبد العزيز في تأهيل الإصابات موجود هناك وبيشرف على المجموعات اللي معاه. التوقع بإذن الله إنه رامي يبقى قريب جدا، سعد يبقى قريب جدا إن شاء الله، وصلاح بإذن الله، ده الهدف. لكن الحقيقة دوت بعد ما برجع بيبقى في سيشن وجلسة كبيرة جدا، بقى عملنا إيه وسوينا إيه وإيه اللي فيه مشكلة وإيه اللي بيؤدى بشكل ممتاز. ولما بنوصل لقناعة إنه كله أدى كل حاجة، بنبدأ بعد كده ننزل اللاعب مع التوصية بالتدريج في نقله للحمل المطلوب، والتدريج بمشاركته في المباريات. فأنا إن شاء الله بإذن الله أبشر الناس إنه يمكن يكون الثلاثي دوت الأقرب بإذن الله للمشاركات. طبعا هتتم مراجعة يعني الجداول الخاصة ببقية المصابين التانيين لتحديد الفترات، لكن أعتقد أن الأقرب بعد كده يعني أبعد شوية ب10 أيام أو ب12 يوم، وربنا يا رب ييسر. إحنا يعني عندنا صحيح جدول، لكن الجدول ده بيتراجع بشكل يومي، وإذا في فرصة للنزول لأي لاعب حتى وإن كانت خارج الجدول الموضوع، بنحاول نبقى أكثر مرونة، لأن الظروف اللي بيمر بيها الفريق بتخلينا الحقيقة نحاول نحسب مخاطرة محسوبة، لأن الظروف اللي احنا بنمر بيها ما بقتش ظروف اعتيادية.
الكابتن جمال جودة اتكلم الدكتور خالد محمود عن حجم الغيابات وشرح بعض التفاصيل الخاصة بالاطمئنان على بعض نجومنا، وده بيخلينا نتكلم عن تساؤلات الناس، هل طبيعي مع حجم الإصابات اللي كانت موجودة في صفوف الفريق الفترة اللي فاتت في لاعبين مؤثرين ان يبقى في شوية اضطرابات في النتائج مع عملية إعادة بناء الفريق او التعاقدات الجديدة، وان ده بياخد وقت للانسجام بين اللاعبين ولا لا؟ اكيد اكيد طبعا. احنا بنقول لو في لعيب مثلا زي حسام عاشور ربنا يشفيه ان شاء الله اصيب بيأثر على الفريق او على اداء الفريق. اجاي لو تفتكر من 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 ساعه ما اتصاب هجوم النادي الاهلي قل، فتخيل انت بقى عندك 10 لعيبه مصابين، فيعني ده فريق كامل يعني طبعا يؤثر على اي فريق طبعا. انا بقول لحضرتك لو واحد اصيب بس مصاب وقعد من هو من اعمده الفريق هيأثر على الفريق تماما. انا هرجع اتكلم معاك عن الدوري العام ورؤيتك للمنافسه، معلش ان في لعيبه جديده الناس اللي هي القديمه دي زي سعد سمير زي حسام عاشور زي الناس دي بتاخد تحضن او بتحضن على اللعيبه الجديده بتديها الخبره بتاعتها بتنقلها لها، فلما يبص يلاقي نفسه الفرقه تقريبا معظمها ما فيهاش زي كان زي ما بنقول الكابتن حسام غالي والكابتن حسام عاشور أعمدة الفريق الرئيسية أعمدة الفريق دي بصرف النظر عن الكوره، لا ده بيدوا كمان الناحيه النفسيه ثقه يعني للعيب الجديد بالظبط، بيدوا له ثقه وبيحضن عليه وبيساعده وبيشجعه كده يعني. طب انا بس هقول للساده المشاهدين، كابتن جمال قال خلال متابعتنا لتصريحات دكتور خالد محمود معلومه انا اتفاجئت بيها واعتقد انها هتكون مفاجاه للجميع. كابتن جمال قال، وانا ما اعرفش ده طبيا ازاي حصل، يعني انه لعب 6 مواسم في الدوري المصري من 85 ل 91 بالظبط دون ان يخضع لجراحه الرباط الصليبي، وهو عنده رباط صليبي مقطوع، وانا اعتقد ان ده امر اشبه بالاعجاز. وكررت السؤال مره ثانيه قلت له كابتن جمال 3-4 مرات قلت له ما عملتش عمليه جراحيه، قال لي لا، رحت المانيا وكان في جهاز زي اللي النادي الاهلي بينقل دلوقتي هذه الخبرات الطبيه لمصر، عمليات الاستشفاء او التاهيل، وقال انه خضع لتدريبات تقويه للساق المصابه والعضلات الساق المصابه والمنطقه العضلات المحيطه بالركبه في عضله الفخذ او في السمانه والساق يعني بشكل عام، وقال ان ده حوله لشخص قوي جدا في هذا الجانب عضليا، وان ده اداله القدره على الاداء في الملعب ل6 مواسم. ويا ريت تاكد المعلومه دي يا كابتن جمال. انا متفاجئ بالكلام ده لانه بعيد تماما عن الكلام العلمي والطبي يعني. بص انا في موسم 85 اصبت اصابه الدكتور قال لي عليها دي مثلث الرعب، رباط صليبي رباط خارجي وغضروف. تمام، سافرت على طول بعدها على انجلترا على اساس، بس قبل ما اسافر كنت عامل الغضروف. الدكتور هنا مصطفى الشرقاوي الله يرحمه قال لي لا احنا ما بنعرفش نعمل الرباط الصليبي، فانا هبعتك لدكتور اسمه تريكي في انجلترا الاول. فروحت وعقبال ما عملنا الحجز وكده فقال لي لا ده انت عضلاتك ضعيفه جدا لازم تعمل تقويات الاول عشان اعمل لك العمليه. تمام، رحت مركز تأهيل هناك وفي طبعا أحدث الأجهزة، ولغاية دلوقتي بعض الأجهزة دي مش موجودة في مصر. يوميا مع حمام السباحة مع جاري كل أنواع التقويات، وكان معايا الله يرحمه كابتن إبراهيم يوسف نفس الإصابة عندي عنده كمان عنده نفس الإصابة قطع في رباط الصليب بالظبط كده. بدأت أنا كان في إصرار وعزيمة وعايز أرجع، قعدت حوالي يمكن 7 شهور ما لعبش خالص. في مرة من المرات في أولاد بيلعبوا في الجنينة قلت ألعب معاهم، نفسي ألعب، فلقيت أوكي لقيت نفسك كويس كويس، فروحت للدكتورة بتاعت العلاج الطبيعي قالت لي طب هعمل لك اختبار ولو حصل إني كويس خلاص بألم أو مكان بالظبط مكان الإصابة، عملت اختبار لقيتني كويس. رحت بالتقرير بتاعها للدكتور تريكي قال لي انا بستعجب، نفس اللفظ كده بالانجلش، انا بستعجب انت ازاي بتلعب، بس في لاعب في امريكا كره سله كان زيك كده ولعب وهو عنده رباط صليبي مقطوع، فعموما كمل وابدا العب مباريات عادي خالص. قال لك تلعب انا جاي، الكلام ده كان في شهر 5، قال لي انا جاي لكم مصر في شهر 10 لو حصل لك حاجه اعمل لك العمليه في مصر. انا رجعت مصر رحت مع الفريق المصري كان معانا مدرب جديد اسمه اوسكار ورحنا على المانيا. الجهاز اللي بقول لحضرتك عليه بقى ده
ده انا خلاني بقيت عامل يعني طبعا ما مش دلوقتي يعني كان عامل زي بالظبط كمال الاجسام عضلات الفخذ نفسها العضله الاماميه نفسها والعضله الخلفيه والضمه كله كان كانه بالظبط لاعب كمال الاجسام. نزلت لعبت وفضلت العب من 85 ل 86 ل 91. ما كنتش بيجي لك شكاوى احيانا الم في المنطقه دي خالص؟ ده انا مستعد يعني اي دكتور بيسمع الكلام ده مستعد لو يجي الارتكاز والتحرك انك ترتكز على رجلك وتلف. الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري لما جه يمسك النادي المصري سنه قبل ما يمسك منتخب مصر سنه 90 كان ماسك النادي المصري، فانا رايح اسلم عليه بحكم ان هو كان مدربي في النادي الاهلي، فبيقول لي اخبارك ايه؟ انا سامع ان عندك رباط صليبي. قلت له لا، ما انا لعبت بيه السنين اللي فاتت دي كلها وانا خلاص يعني ما بلعبش دلوقتي يعني شبه معتزل يعني. قال لي لا، انا عايزك تيجي تلعب معايا بس هعمل لك اختبار واحنا قاعدين دلوقتي في الفندق. اطلع وانزل ونط بجد والله، بقيت الناس فاكريني ايه ده اللي بيعمله استغربوا يعني الكابتن الجوهري انت بتعمل فيه ايه يعني. فالمهم فعلا قال لي لا كمل معايا خلاص انت رجليك كويس. امال بيقولوا في رباط صليبي عندك ليه؟ قلت له فعلا عندي بس انا ما بشتكيش منه خالص يعني. حاله غريبه والاطباء يقولوا رايهم، الدكتور يجي يكشف عليا ويشوف يعني. دكتور خالد يقول رايه في الكلام ده في تصريحاتك كابتن جمال. طيب هنتكلم عن المنافسه، هرجع للسؤال اللي كنا بدانا بيه قبل ما نتابع اللقاء مع الدكتور خالد محمود. الفارق الآن لصالح الزمالك في النقاط، الزمالك متصدر وماشي بشكل مستقر نتائجه في الدوري المصري، لكن الحافز عند النادي الأهلي عالي جدا، والنادي الأهلي عوض فوارق نقاط أكبر من الفارق الموجود الموسم ده في مواسم سابقة كتير. وفاز بالبطولة. شايف إزاي فرص الأهلي في الفوز ببطولة الدوري بشكلها الحالي بفارق النقاط الحالي؟ أنت يعني جاوبت تقريبا على السؤال، إن النادي الأهلي عنده من الحماسة ومن العزيمة ومن إن دي بطولته المفضلة ان هو يرجع تاني. في ظروف معاكسة حصلت تمام، من اصابات، من تعدد مباريات، من خسارة مباريات، نفسيا دي اثرت نوعا ما، لكن النادي الاهلي بيرجع على طول. مفيش مشكلة، قبل كده كان في حوالي موسم المواسم كان فرق بيننا وبين الزمالك حوالي 9 بونت، وكان الفريق بيتسمى لو تفتكر فريق الاحلام. يعني كان حتى اللعيبه اللي موجوده كان في تعاقدات مميزه جدا في الزمالك الوقت ده، وكان لا في الفتره دي كان الفريق ده الحقيقه كان في سباق بين الاهلي والزمالك الوقت ده، لان الاهلي كان مرجع صفقات مهمه جدا وتعاقد مع عناصر مهمه، وكان مرجع نجوم محترفين في اوروبا من نجوم النادي الاهلي، والزمالك كان دخل كمان في مجموعه صفقات مميزه جدا في المنتخب. فريقين كانوا في منتهى القوه السنه. فيعني انا اعتقد الاهلي راجع تاني ان شاء الله، ومع الستيب باي ستيب اللي احنا ماشيين عليه بالنسبه للعيبه اللي هي مصابه ترجع تاني، فان شاء الله باذن الله هيبقى في المنافسه ولسه الدوري في الملعب. يعني احنا ايه الفرق؟ عدد المباريات النقاط اكبر بكتير من الفارق بالظبط كده يعني. النادي الاهلي انا بس بيحتاج تركيز شويه ومحتاج ان هو يلعب مباريات كلها كاس. يعني ما عنديش انا ما يفقدش رفاهيه التعادل، لا 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 ما عنديش، انا نازل اكسب. وده طبعا دي طبيعه النادي الاهلي على فكره، يعني انا مش بقول كده بس انا باكد بس عليها. بس ان الوضع تازم شويه فلازم اللعيبه تاخد المباريات كلها لانها ما فيهاش بديل عن الفوز. بالظبط مباريات كاس يعني. وده بقول لحضرتك احنا اتربينا على كده، ان انا رايح اكسب بصرف النظر انا بلعب فين. انا بلعب في بورسعيد، انا بلعب في المنيا، انا بلعب في اسكندريه، لا احنا رايحين نكسب. إذا حصل بقى مثلا، بتحصل طبعا كتير سوء حظ، بيحصل حكم مش موفق، لعيب مش موفق، دي حاجة تانية يعني. لكن أنا ببقى رايح كان فريق نادي الأهلي سواء كان فريق أول أو ناشئين، أنا رايح أكسب. وده اللي المفروض لعيبة النادي الأهلي الفترة اللي جاية كلها كل المباريات بصرف النظر هلاعب مين، أنا نازل أكسب. طيب كابتن جمال، درجة التناغم اللي ممكن نوصل لها بتاخد وقت قد ايه مع جهاز فني جديد، مع لعيبة جدد، مع غيابات لسه بترجع للفريق، لعيبة كانوا مصابين؟ متخيل الاهلي يوصل لافضل شكل اداء ممكن، او كمان الجمهور مستني الاداء ده بعد الصفقات الكبيرة اللي تمت والتعاقدات النادي انجزها في الفترة اللي فاتت؟ او بص هقول لك حاجة، هو صعب جدا اللي فيه اللي النادي الاهلي فيه دلوقتي. لو مسكنا الاصابات، لعيبة جديدة، مدرب جديد عشان ينقل فكره للعيبه ويبدا يحط طريقه لعبه، على الاقل مش اقل من 3 شهور واكتر كمان. ليه؟ لان انت عندك مش هيقدر في فتره
يعني انت لسه لعب اول امبارح وهيلعب يوم الخميس وبعدها بثلاث ايام، صعب جدا ان هو ينقل فكره بصوره سريعه. لا هتاخد وقت، بس هي في ميزه كمان اكتر ان لعيبه الاهلي عندهم من الفكر الكروي الاستيعاب اسرع ما يمكن من خبراتهم الكبيره، فممكن يبقى الاستيعاب ده يبقى سريع شويه. لكن انا برضو يعني شايفها ان هي بتبقى صعب من ضغط المباريات من الاصابه، الاصابات الكتيره دي ممكن تخلي المده اطول شويه مع استيعاب اللعيبه لفكر المدرب. يعني متوقع مثلا انه حسب خبراتك وحساباتك للكوره ان ممكن النادي الاهلي يوصل لحاله الاداء الكامله المناسبه لحجم الصفقات اللي النادي انجزها واللعيبه والقدرات الموجوده عند الفريق، وانه الجهاز الفني يكون اخذ وقته عشان ينقل الخبرات دي وطريقه لعبه ويستوعبها الفريق ومجموعه النجوم الجدد. متوقع الاهلي يبقى في احسن شكل له في الاداء والنتائج خلال قد ايه؟ تقريبا من دلوقتي. يعني اندماج حسين الشحات مع الفريق هياخد وقت، بس ممكن زي ما قلت لحضرتك الفكر بتاعه. انت عايزني اقول لك مده تحديدا؟ تقريبا تزيد او تقل. هي صعبه جدا، يوصل لافضل صعبه شكل. جدا ان انا احدد، لكن ممكن تبقى في خلال شهر. شهر من دلوقتي بس نتكلم في اربع مباريات او ست مباريات كده. بشرط ان طبعا دي بتاعت ربنا اكيد، يعني الاصابات الفريق الكامل اللي هو يبقى مثبته. تثبيت الفريق دي من اهم الفريق من اهم العناصر اللي بتخلي الفريق يكسب او نتائجه مستقر. فمجرد ان مثلا حسام عاشور يبقى ارجع وازارو يرجع واجاي يرجع، تخيل انت الفرقه دي، سعد سمير يرجع ودخل بقى مع المجموعه صالح دي رمضان جمعة حسين الشحات يعني الجماعه دي، تخيل انت بقى تكون الفريق دوت كده، تلاقي الدنيا دي النادي الاهلي لا شكل تاني خلاص، لا شكل تاني يعني، لان هم كمان اللعيبه دي حافظه بعض يعني عارف. البطوله الافريقيه، النادي الاهلي متصدر مجموعته في البطوله الافريقيه، عاد بنقطه تعادل من الجزائر وفاز في مباراته الاولى في دوري المجموعات هنا على ملعبه وسط جماهيره. شايف فرص الاهلي في البطوله الافريقيه ازاي بعد الوصول للنهائي وعدم التوفيق في الفوز بالبطوله في النسخة الأخيرة؟ بص، هو النادي الأهلي في الموقف يعني على رأس المجموعة ده طبيعي. يعني أنا مش بقول ده الأهلي طبيعي، بس يعتبر إنجاز في ظل الظروف اللي النادي الأهلي فيها. يعني الظروف صعبة جدا زي ما قلنا، الإصابات زي ما قلنا، لعيبة جديدة تجديد في الفريق زي ما قلنا، مدرب جديد، كل دوت عناصر ممكن تكون فيها تأثير نوعا ما سلبي شوية. لكن أنا شايف إن الوضع اللي الأهلي فيه ده وضع طبيعي. النادي الأهلي هو بطل أفريقيا، أكتر فريق في على مستوى أفريقيا حصل على البطولة. إذا كان صادفه حظ عاسر الموسم اللي فات أو البطولة اللي فاتت، لعيبة الأهلي قادرة والنادي الأهلي قادر إن هو إن شاء الله يحصل على البطولة. إيه المختلف اللي مطلوب من فريق الأهلي وجهازه الفني هذا الموسم عشان ناخد البطولة الأفريقية اللي غابت عنا رغم الوصول للنهائي في آخر نسختين؟ إيه الأخطاء اللي حضرتك عايزهم يتفادوها في المباريات اللي جاية في البطولة الأفريقية؟ أنا في الفترة اللي هي أو البطولة اللي فاتت كان النادي الأهلي خسرها، كانت أقرب حاجة كنت بشوفها في لعيبة النادي الأهلي عدم التركيز. دي كانت ملحوظة ما كانتش موجودة عند لعيبة النادي الأهلي. التركيز كان بعيد قوي عنهم. دي كانت الملحوظة الأساسية عندي بالنسبة لعيبة النادي الأهلي. طبعا أنت عارف المباراة اللي هي الثانية لما تكون على ملعبك أو النهائي يكون على ملعبك تختلف لما تكون خارج ملعبك طبعا. فدي برضو أثرت مع لعيبة النادي الأهلي. زائد معلش أنا برضو كان في بعض يعني الجهاز الفني او الاداره اتاخرت شويه في التعاقد مع بعض اللعيبه. يعني انا كنت افضل اني قبل البطوله، كنت شايف ان التعاقدات دي مطلوبه كمان بدري مطلوبة شويه بدري واضح ان الفريق انا شايف لا اتاخرت، وده يعني سبب المعاناه اللي موجوده حاليا. يعني سنه التاخير دي كان ليها، لان انا شايف ان في انديه كانت في الفتره دي عماله تاخد افضل لعيبه على مستوى افريقيا مش مستوى مصري يعني. وانا بعض النادي وفي النادي الاهلي كان في برضه يعني كنت مع فكره المطالبه بالتعاقدات الجديده وان النادي الاهلي يضيف اسماء جديده، شايف الفريق محتاج عمليه التجديد. بالظبط، انت عندك يعني معلش يعني فرقه من فريق بيراميدز تمام،
واخد افضل لعيب فين النادي الاهلي من مجموعه من الصفقات الجديده اللي هي اللعيبه اللي بتتباع بتتحرك بالظبط. يعني فين ساب الناس دي ليه يعني؟ النادي الاهلي اكبر اقتصاد نادي موجود على مستوى الشرق الاوسط، ما فيش مشكله من الناحيه الماديه. فيعني مش هنقول ان النادي التاني هو اللي معاه فلوس، لا النادي الاهلي قده 10 مرات. فانا بعتب بس على حته التاخير سنه. طب ودلوقتي بعد الصفقات اللي تمت هل اكتملت صفوف النادي الاهلي؟ لا لسه شايف ان الفريق ولا لسه في صفقات؟ لا لسه في لعيبه. انت عندك معلش يعني انا شايف مين عندك راس حربه؟ ازارو حاليا، صلاح محسن، ازارو، مروان. بالظبط. ولو بيطلع حد من الشباب بقى محمد شريف او الشباب يعني يمكن مروان شويه حكايه الاصابه دي اتمنى الرباط الصليبي هتكون مؤثره عليه شويه. لكن انا محتاج برضو راس حربه. اللي حضرتك تقصد اصابه مروان الحاليه؟ مش الرباط الصليبي اللي ابعد لا سنة. الرباط الصليبي الحمد لله رجع لكن الاصابه الحاليه بنتكلم في 3 الى 4 اسابيع ويعود. بالظبط. لكن انا الوحيد اللي فيهم اللي ممكن يبقى راس حرب هو مروان محسن اللي بتنطبق عليه مواصفات راس الحرب. تمام. لكن ازارو وصلاح محسن، صلاح محسن وازارو لا، انا لان صلاح ازارو من نوعيه اللاعب اللي ما ينفعش يبقى في جوه ال 18، لا يبقى جاي من انه بيخترق، بيجي بيخترق من الخلف، بتشوفه للأمام. اقرب للاعب الوسط المهاجم. بالظبط. يبقى افضل ليه كده لان هو قدام المرمى ما عندوش معلش انا يمكن لا بتكلم شوية مع الناس جمال. انا بتكلم مع راس حربه. انا شايف ان ازارو مش راس حربه بمعنى راس حربه، مش راس حربه صريح، لاعب وسط حرب. مهاجم بالظبط بيحرز اهداف. بالظبط. اللي راس حربه صريح هو مروان محسن. طريقه لعبه وتمركزه، طريقه لعبه وتمركزه يعني يقدر ازارو ما يقدرش يلعب الكره وهو ظهره للجول الا اذا كانت بالصدفه. ده فرق شايف الشخص. ان مميزاته الانطلاقات والسرعه والمساحات. بالزبط. اللي هي مواصفات لاعب الوسط المهاجم. بالظبط. انما مروان محسن اساسي الشكل العام بتاعه وطريقه ادائه، خاصه ان هو لما بيكون حتى كمان ظهره للمرمى بيبقى حافظ الجول، بقى شايفه زي ما انا كنت يعني كراس حربه ببقى ظهري للجول، لكن انا شايف هتقول لي ازاي. بس الناس لما تسمع كلامك يا كابتن جمال في النقطه دي هيقولوا بس الموسم اللي فات ومعدل تهديف وليد ازارو وانه هداف الدوري وانه رغم ستايله اللي بيحب يتحرك فيه في مساحات ويستغل سرعته الا انه اهدافه كثيره جدا. كان مين معاه بقى؟ كان مين معاه؟ كان اكتر من صانع لعب بيلعب. يعني حتى يمكن في هدف لسه جايبينه دلوقتي ان هو بيحط رجليه جت في العرض جت في دماغه ودخلت. فكان في حظ جميل يعني حاله توفيق مع لعيب الوسط توفيق جامد جدا معاه. لكن انا بتكلم على راس الحربه. راس يعني عايز تعاقد مع راس حربه تاني مع المجموعه يعني الموجوده كابتن محمود الخطيب. راجل راس حربه، راس حربه يعني عارف حافظ الجون سواء بقول لك ظهره للجون زي ما احنا متعودين. انا دي دايما بقول راس الحربه لو ظهره للجون اتكلم عن اللاعب اللي يجيب جون من لمسه واحده، من لمسه ومش شايف يعني مش باصص على الجون. انت ممكن تبص تلاقي انا ظهري للجون وجايبها. في جوان كتيره كده، والكابتن محمود الخطيب والكابتن عماد متعب، ففي كتير قوي لعيبه فيها الصفه دي. لكن المميز فيها او الصفه الوحيده اللي بتنطبق على راس الحربه اللي موجود في النادي الاهلي هو مروان محسن. فانا محتاج راس حربه تاني، راس حربه صريح مع المجموعه الموجوده، مع المجموعه الموجوده، مع جاي، مع صلاح محسن، مع ازارو، مع ازارو تحتيهم السليه وحسام عاشور، هتلاقي الفرقه ظبطت تماما يعني. بس لازم محتاجين تاني راس حربه تاني. راس حربه لان خلاص الاهلي تعاقد مع اكتر من لاعب في مركز الهاف ديفندر والمساكين، وكل الناس كانت بتتكلم عن ان النادي الاهلي محتاج تدعيم في خط النص في مركز الوسط المدافع وفي مركز المساك، والنادي الاهلي اختار عناصر مميزه جدا وتعاقد معاها. لكن اول مره بنسمع حاليا التعاقد مع راس حربه، يعني ده رايي جديد. انا في رايي بصراحه راس حربه. انا في رايي معلش انا طبعا لا بالعكس نظر خبراتك كبيره لكن انا شايف ان ورايك يحترم يعني. النادي الاهلي لاني اصل هقول لحضرتك حاجه. انت الاهلي هيلعب دوري، بطولة كاس، بطولة دوري، بطولة كاس، بطولة افريقية، وربنا يسهل ويكسب ويدخل. محتاج اكثر من لاعب في اكثر من مركز وكلهم مميزين. بالظبط. لازم تبقى معدي. ايه تاني الملاحظات او السلبيات اللي شفتها في اداء الفريق في البطولة الافريقية اللي فاتت واللي قبلها، اخر نسختين للبطولة، الوصول للفاينل وعدم الفوز، ايه السلبيات غير عدم التركيز اللي لازم برضو ما نكررهاش في البطولة دي كلاعيبة؟
كلاعب. احنا اتكلمنا خلاص عن التعاقدات وانها مطلوبه ودعم الفريق وتعاقدات اكتر كمان، على مستوى الجهاز الفني واللعيبه مطلوب ايه بقى؟ بص الـ 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 زي ما قلت التركيز قوي، التركيز في البطوله. في نفس التوقيت لازم النادي يحطه في دماغهم ان انا بمثل النادي الاهلي. النادي الاهلي اكبر نادي في مصر، في العالم، في افريقيا، نادي القرن. ما ينفعش ان انا بطوله من البطولات تطلع من ايديا بالاسلوب اللي حصل البطوله اللي فاتت. يعني الحماس كان قليل، روح الفانيلا كانت قليله، في عصبيه كانت في الاداء، خاصه في المباراه النهائيه لو تفتكر ان كان في اعتراضات كتيره على التحكيم. لكن انا برضو بديهم العذر لان كانت المباراه في المباراه النهائيه على ملعب المنافس الترجي، على ملعب الترجي يعني. فده بس كمان ده برضو من عندنا لعيبه يا كابتن جمال، يعني في المباراه دي للايقاف ازارو، اصابات وغيابات بقى، كان بنتكلم عن اجاي واحمد فتحي، وكان قبلها مرحله عدم التجديد ان عبد الله السعيد مش موجود مع الفريق، وكان في معلول كمان. فاحنا بنتكلم عن الاسماء دي، تأثيرها على الفريق، على اي فريق في العالم. بنتكلم عن اقوى خمس او ست لاعبين في المجموعه اللي كانت موجوده في الوقت بالظبط، مع طبعا اسماء ثانيه زي وليد سليمان يعني. بس كان بقى العبء كله هجوميا على وليد سليمان انه يشغل خط الهجوم. اوكي، بس انا في نفس الوقت انا النادي الاهلي، انا ممكن عنصر من العناصر في اصابه، في انذار تاني، في طرد، الكلام ده انا ما اتاثرش بيه. انا بلعب على بطوله مهما كانت الظروف عندي، دي بطوله نهائيه خلاص انا وصلت لها. الاصابه انا كجهاز فني محضر ان لو حصل ان مثلا في اسوء ظروف لو غاب عندي نص الفريق اقدر لازم اعمل حسابي كده، وانا مقيد كام لعيب في البطوله يعني، فلازم اكون مؤيد الناس اللي ممكن تحقق لي البطوله. انا بلعب حوالي 6-7 ماتشات وهاخد بعدها البطوله. ببساطه ان يبقى دكه البدلاء بره على نفس المستوى او على مستوى قريب من اللي في الملعب، وده الاساس ان يعني ما توقعنيش لو احتجت استعين باللاعبين البدلاء ما يوقعونيش في اي وقت. بالظبط، وده طول عمر النادي الاهلي كانت كده. طول يعني لو تفتكر البطوله اللي انا بقول لحضرتك عليها كاس مصر، مين كان احتياطي في النادي الاهلي في الفتره بعدها في الفتره دي؟ كان كابتن محمود الخطيب وكابتن طاهر الشيخ، نزلوا كل واحد جاب جول وكسبنا لو تفتكر 4-2 مباراة 4-2 لما كان الزمالك متقدم 2-1 بالظبط. بدأت المدرجات والهتافات والاستاد مع نزول كابتن خطيب وبدأت الدنيا. الماتشات اللي قبلها انا كلها لعبتها، ما لعبتش المباراة النهائية. نزل كابتن محمود الخطيب ونزل طاهر الشيخ جابوا فكسبنا 4-2. فانا اقصد ان طول عمر دكة النادي الاهلي ان بره مين موجود بره دي اللي انا زي ما بيقولوا يغير المباراه بالظبط نكسب بيها يعني. هنكمل كلامنا مع حضراتكم مع الكابتن جمال جوده، لكن خلونا نشوف متابعه اخبار فريق الكره الاول في النادي الاهلي، وهذا لقاء تقرير اخر ولقاء مع الكابتن محمد يوسف. احنا طبعا كنا نامل ان احنا نفوز على اساس احنا نتصدر بست نقاط وتحسم او تمشي خطوات كبيره في التاهل، لكن انا بقول تعادل مش سيء يعني، انك بتحصد 4 نقاط وبعد نتيجه فيتا كلوب مع سيمبا، فطبعا احنا كده بقينا على راس المجموعه برصيد 4 نقاط. دوري المجموعات مهم جدا ان انت تجمع نقاط، مهم جدا ان انت ما تخسرش طبعا جوه قبل بره. الخساره في دوري المجموعات ان شاء الله ما يبقاش ليها مكان ان شاء الله في دوري المجموعات السنه دي، لكن لما نيجي نتكلم على الظروف لابد ان احنا ناخد بعض النقاط في اعتبارنا. اولا اللاعبين الغائبين عن الفريق ده رقم واحد، رقم اتنين ان احنا يعني عايز اقول بتلعب فريق عنده دوافع او مش عنده دوافع، فريق اول مره يلعب في بطوله افريقيا، بيلعب قدام النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا، صغار السن لاعبيه، بيلعبوا في وسط جمهور طبعا الجمهور الجزائري كلنا عارفين انه جمهور عنيف جدا في تشجيعه الملعب طبعا وارضيته. لكن انا مش عايز اقول الكلام ده ليه، عشان ما حدش يطلع يقول فيه مبررات ولا حاجه. احنا بنقول نقطه في ظل ان انت كنت متاخر بهدف وترجع للتعادل، انا بقول نقطه كويسه، لكن ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، ان شاء الله الاداء يبقى احسن، ان شاء الله كمان
المباراة القادمة هتبقى مع تسيمبا في ملعبنا، فإن شاء الله نقطع خطوة كبيرة فيها بالفوز، إن شاء الله نوصل لسبع نقاط. وتاني بكرر دوري المجموعات مهم جدا زي ما أنت قلت، بتلعب فريق برضو أنه ما خسرش على ملعبه من أربع سنين غير مباريتين. خلي بالك كمان واللي ممكن الناس أو الجمهور ما يعرفوش، أن فريق شباب الثورة فريق عنيد جدا وفريق بيعمل نتائج مع الفرق الكبيره في الجزائر في الدوري الجزائري زي مولوديه وهران وزي شباب قسطنطينه وزي مولوديه الجزائر، يعني الفرق الكبيره وفاقس طيف، كل الفرق الكبيره هذا الفريق بيعمل معها نتائج غير متوقعه. فطبعا احنا لما درسناه وكجهاز فني بصينا على كل المباريات بتاعته على سواء في الدوري او في افريقيا، عرفنا نقاط القوة ونقاط الضعف. هو فريق جيد، وأنا أتوقع أن المباريات اللي هتبقى على ملعبه مع فيتا كلوب ومع تسيمبا هتشوفوا النتائج بتاعتها مش هتبقى سهلة. دي نقطة. النقطة الثانية أنه إحنا عندنا ظروف إصابات، الظروف دي أيا كان طبعا البركة في الموجودين وكده، لكن برضو لما بيبقى عندك أسامي تقيلة موجودين في الإصابات لما يرجعوا إن شاء الله هيدوا استقرار أكتر وهيدوا مردود أحسن إن شاء الله. تصريحات الكابتن محمد يوسف عن المرحلة الجاية وعن الاستفادة من أوجه السلبيات اللي بتظهر في كل مباراة وإزاي نعدلها أو نتفاداها في المباريات اللي جاية، وإزاي الجهاز الفني بيلتفت ليها عشان الأخطاء دي ما تتكررش إن وجدت في أي مباراة، وإزاي نستفيد بمناطق أو نقاط القوة في الفريق بالشكل الأمثل، وإن الأمور ما تحتملش إضاعة فرص أو إهدار أهداف وتجهيز الفريق بالشكل الأمثل. حسابات أعلن عنها كابتن محمد يوسف يا كابتن جمال إنه ممكن أبقى الهدف الفوز، لكن التعادل خارج ملعبي هو الحد الادنى المطلوب في اي مباراه، لو انا مش هكسب يبقى ما اخسرش المباراه. بالظبط، ده اللي احنا زي ما قلت لحضرتك النادي الاهلي متعود عليه، يعني ان انا رايح اكسب، اذا حصل ان انا تعادلت يعني مش ما اخسرش، يعني من الامور المقبوله خارج ملعبك. بالظبط، لكن جوه ملعبي طبعا لا، انا كده كده لازم اكسب سواء بره او داخل، يعني في ملعبي او في الخارج، يعني او ملعب الخارج. ده اللي احنا بقول لحضرتك النادي الاهلي تعود عليه واحنا تعودنا عليه. شفت المباراه الاخيره، تابعت مباراه الاهلي الاخيره في البطوله الافريقيه امام الفريق الجزائري ولا الوقت ما كانش متاح؟ لا انا عندي ظروف ما قدرتش اتابع المباراه عشان ما اسالش عنها، بس في بعض التفاصيل يعني. لا طيب هتكلم عن شكل اداء الفريق. الاخبار الموجوده معانا بتقول انه لاسارتي بيجهز اللاعبين وبيوقف التدريب اكتر من مره عشان التمركز وعشان عايز يبدا يلعب الفريق كوره على الارض، وتحضير الهجمه يبدا من خط الدفاع ومن عند حارس المرمى. تمام. وانه عايز يبعد خالص عن فكره اللعب بطول الملعب الكرات الطويله. تمام. رايك ايه في اسلوب المدير الفني لاسارتي، وهل ده الانسب لطريقه وقدرات لاعبي الاهلي ولا لا؟ ده انا يعني اقدر اقول ان هو فاهم لعيبه النادي الاهلي، فاهم طريقه لعب النادي الاهلي، لان لو عمل غير كده ما كانش هينجح. فانا بديله زي ما بيقولوا برفع القبعه ان هو فهم اسلوب وطريقه لعب لعيب النادي الاهلي. النادي الاهلي طول عمره متعود، يعني احنا مش بنلعب الكره الانجليزيه اللي هي اعمل طويله طويل يلعبها بدماغه وحاجات كده، يعني لا، النادي الاهلي طول عمره بيحضر من تحت سواء من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، وبيقرب الخطوط كلها بتقرب مع بعض بحيث ان الكوره تبقى يخلق فرص التهديف. بالظبط. فانا يعني بحييه ان هو هيلعب بالاسلوب ده، لان كمان جمهور النادي الاهلي كان بدا فيها مهمه ان احنا بنلعب مش ده طريقه طويله، ان ده مش ستايل لعب الاهلي، مش هو ده، ومش احنا مش عايزينه. يعني انت عارف انا من ضمن الجماهير العريضه للنادي الاهلي، انا احب اللعب الحلو. يعني حتى لو النادي الاهلي كسب وادى مباراه مش جيده تبقاش مبسوط، ما بقاش مبسوط، انا عايز مكسب مع اداء جيد. وده اللي كان النادي الاهلي بيدونا السنين اللي فاتت كلها يعني. والحمد لله ان في التعاقدات الجديده ممكن تدينا مع المدرب طبعا واللعيبه الجديده تدينا الانطباع دوت اللي احنا متعودين عليه. ان شاء الله الامور تكون افضل في الفتره الجايه. ايه اهم حاجه عايز النادي الاهلي يركز عليها، جهاز فني ولاعبين نجوم الفريق، اهم حاجه شايف حضرتك انهم لازم يركزوا عليها سواء في مشوارهم المحلي او الافريقي في الفتره الجايه؟ اول حاجه لازم روح الفنيه للاهلي، فنيه النادي الاهلي.
حد يقول لي يعني لا احنا عارفينها يعني الاهلي وجماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي واداري النادي الاهلي الروح في الملعب ان انا عايز اكسب كل مباراه ان احنا عارفينها بيننا وبين بعض يعني ان روح الفني الله يرحمه تمام. انا مش عايز اتكلم على ان انا الاقي حجج اتحجج ان انا عندي اصابات كثيره مثلا ان انا بدل بسافر من هنا ماتشات قليله ثلاث ايام بين المباراه ومش هتنفع والتانية. كمان في الفتره الجايه فكره ان في اصابات لان النادي عوض ضبط عقودات جديده بالزبط. ووفر لاعبين وفي ناس رجعت فما حدش يجي يمكن لسه الكابتن محمد يوسف بيتكلم ان المباريات قريبه من بعض وان انا مش عارف بلعب لا انا مش عايز الكلام ده انا عايز احط في دماغي ان انا رايح بلعب البطولات دي سواء كانت بطوله افريقيا او بطوله الدوري انا بلعب على ان انا اكسب البطولات دي عندي من الامكانيات سواء كانت ماديه سواء كانت جماهيريه سواء كانت اجهزه فنيه لعيبه تقدر تحقق لي ده بسهوله بعد التعاقدات الجديده بعد الـ 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 التركيز اللي احنا اتكلمنا فيه مع الاسارتي ان هو هيبدا يعمل اسلوب وطريقه النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها لانه عنده من احرف اللعيبه اللي موجوده على مستوى مصر يعني فانا مش هفضل العب الكره اللي هي الطويله يعني فده برضو اللي انا بطلبه من النادي الاهلي لعيبه النادي الاهلي التركيز المدرب لازم يبقى على يعني زي ما بيقولوا ايه تثبيت الفريق لازم يثبت تشكيل الفريق ما ينفعش ان انا اغير كل شويه لازم يبقى في تثبيت شكل ثابت خلاص الا في الحدود اللي احنا الاصابات الانذارات حاجات الاضطراريه فلازم يبقى في تثبيت للطريقه اللي احنا بنلعب بقى بيها او اللي هو بيبدا يحضر ليها اللي هي نقل الكره وتحرك بالخطوط كلها مع بعض ان شاء الله يكونوا موفقين في الفتره الجايه ونشوف نتائج واداء افضل ونشوف انعكاس لجهد الجهاز الفني ومجلس الاداره في البدايه في التعاقدات الجديده وايضا تجهيز المصابين وعودتهم للمشاركه مع الفريق ان شاء الله نشوف مردود لده كله ان شاء الله ان شاء الله وتمنياتي بالتوفيق دايما للفريق النادي الاهلي والاجهزه الفنيه بتاعته بشكرك جدا كابتن جمال جودة نجم الكرة المصرية السابق ونجم النادي الأهلي والنادي المصري سابقا شكرا جزيلا لك بشكرك على وجودك معنا شكرا جزيلا يا كابتن جمال شكرا مشاهدينا بشكر ضيفنا في الاستوديو الكابتن جمال جودة وإن شاء الله أيضا فقراتنا مستمرة بعد الفاصل ابقوا معنا نهاية هذا الحوار وبشكر حضراتكم على المتابعة والبقية الحوار القادم إن شاء الله يكون مع زميلي العزيز أمير هشام ولكن بعد الفاصل